ويا مرحبا الساع، يا هلا مليون، يا اهلا فيكم، ويا مرحبا في فورت نايت. انا ما اعرف سويت كولكت، بس كله دي كولكت ترى. خلصنا من مغامرتين تي الطير اللي في الكامبين، ونحن قاعدين نسوي الحين مهمات اصلا. فالحاصل واللي فيه ستارتنج من الاخره. زين، الحاصل اني انا الحين بدخل بروحي، مو مشكلة. الحين عندي مهمة البيت اللي هي الهوم ديفنس، لازم اسوي لها ابجريد. برجع الحين استوى عندي ماتيريال شوي، قبل نفهم اكثر في اللعبة. صار عندي تالنت، صار عندي سكلات، ومفروض الحين اقدر اني اطور اصلا بعد المهمة الهيروز. القاعدة مالتي ولا؟ خلنا نشوف. لحظة. ما عندنا ريسورسز. مصابين. ليش مصابين؟ وما عندي ماتيريال حتى اني اسوي رصاص. رصاص خلص، بيخلص علي، بيخلص. يمكن احتمال، الله اعلم. خيبة، يبون ابني هذا كله. كيف ابني هاي؟ مرة ما ابني هاي. خلينا نحط هذا، دام نقدر نحط طابوق بنحط طوابق. لحظة، بعرفهم بيجون على الباب ولا على وين؟ إذا بيجون على الباب زين، بسوي باب هنا وبنسوي أرضية. الأرضية لا، الأرضية خلوها خشب. زين، بنسوي هني ترابس، وهني هذا بنسوي، وبنحطي تي ون تايم، بنحطي فلور تراب، وبنحطي تراب هني، وبنحطي وود التراب. كان المفروض اسوي اكثر، والله غلطان انا. زين، خلنا نسوي ممر حقي فوق هذا. نسوي له ابجريد. كيف نجي نسوي باب هني؟ بس كيف اسوي له ابجريد؟ ما خبروني كيف اسوي له ابجريد. Sorry, can't.
هذا الغرفة الأساسية، دشوا هني دشوا خلاص. انزين وبنسوي نسوي دار. وهني بسوي الدري انا بتوهك صح؟ مشكلة الصوب الثاني بعد عندي، الصوب الثاني بعد لازم احطيه. ابى اطلع فوق وتشوف شو الموضوع اللي بقريت عقب. قالوا وست بعد اوف كله بيبان، ما هو بيبان كله. اعرف يوم جاهز، بس شو الباب ابو بس حقي انا اطوف مش حقهم هم، لانه وايد يبان. ابا سقف ليش هذا يا سخاي على أساس؟ اوف ما كيف اهزم شيء الحين؟ هاي اعرف اعرف ابا احط ترابس. شوي متعب. أتمنى أنهم يروحون للباب، لو ما راحوا للباب أنا اللي بتلعبس. كاشها والله القرف تسوانا كيف تطيحون.
تحت لازم انزل استوي شيء. زين نخله مفتوح. ما اعرف كيف اشيل اي شيء ترى بعدين يا عندي هسه حطيه ممكن يكون معظمه غلطة اصلا. بس اذا ابغى اسوي ابغى قريت كيف لازم افهم الشيء هذا. اوكي ان شاء الله يكفيني. خلنا نبطل. اكسبان شيلد وين بيوم بدأ الهجوم. خاطري عارف ها يوني ناس خلوا الناس والله سيرتش نكور هلب. مشكلة الحين في لعبة قريب في حال احتياطا في شيء هناك. شو هذا جو من الساوث قالوا ايست ويست تبا لكم. بدك تست عليها اوف اللي وياي جامدين وين خلوا شي في حاله. شافوا بس مو كلب هذا. ما عندي ماتيريالز اسوي اي شيء. شو هذا اللي فوق ما صرت استكشف انا غلطان. المفروض اسير يا حبيبي. هذا سنايبر ما يتفاهم. وين صار؟ كفو عليهم والله.
عمي ذبحينهم قبل اشوفهم، اظني رشاشاتهم اقوى من رشاشاتي، انا الوحيد اللي ليفل هنا. ترى ياهم يقربون، ليش؟ اظني اقوى اذا اقربه. شو اللي ورا؟ عادي يدخلون من هنا تصدقون؟ شو اللي فوق؟ بصير استكشف بيه دام عندي حد يساعدني. ابى اسوي رصاص، ممكن اسوي رصاص. الوسخ ده ول نزل 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 بسرعة 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 بسرعة. وانا بروح الحين زمان خسران. في الصوب الثاني وينهم؟ كفو في ناس اشكالها غريبة هني، لابسين بلاوي. مرة ثانية قبل لا ابدأ اي شيء بستكشف الخريطة، بتشوف شو فيها موارد احسن. لان حاليا وابوك ما عندي رصاص. شو هذا؟ السكور اعطونا، شو السالفة؟ بول 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 بول. هاي الناس عندها بلاوي اللي دشوا وياي ترى. ما عندي رصاص بتخلاهم من الستور. قطعهم اوكي فيكتوري. بس في واحد كان جايب بلد شيء مش فاهم الشغلة، نيد بلد. اوكي مو مشكلة، خلنا نرجع اللوبي. بس والله ما فيهم حيلة الصراحة، ما قصروا. ليفل 4 لوت which is very good. continue
والله صراحة ما في محيلة، لكن وضع اللعبة يبغى له تكتكة شوي، والبيسمول صراحة تبن مو بشي. خلنا نفتح اللوت، عندي اثنين هذا فنان حصنة، اعطوني 100 بشتري بو 200. ننزل خلنا نصير لوت. لا مش باي فور، وين مالي تريم ون، عندي 200 بشتري هذا. خلنا نشوف، خمس سمية سلاح هاشو جولد بك. الحين باخذ ب 200، خاطر اشيل اصلا من ذاك اليوم، من ذاك اليوم هي ما اعطاني شيء. اكس رير سنايبر، رير اسولت سنايبر، عادي عادي. ابوك شوزن بك كريم ون، سوي له كريم، هذا سوي له كريم. يلا كل شيء اقدر اسوي له كريم، هو اللعبه اسوي له، ما اعرف السالفه بس سوي كريم. وهذا بسر السنايبر بعد، ها سنايبر بعد انه ما طلع الا ازرق. ابو ابك هيرو، ها طلع لي سنايبر ديفندر ابك. نايس لوت والله، اتوقع نايس، انا مش متاكد. تعال كسرت مخ والله، يبالي استعمل لك شيبوس اللي كله شوية حصرة باك. اوكي ارموري وديفندرز، عندي واحد افك زيادة براية، اول هيروز عندي هيروين زيادة براية، يبوا لي سرفايفر زيادة، يبوا لي هذا زين. هاشو افك اشوف اشوف سدس سبت السنايبر تب لهم، في سنايبر زين اظني، في ترابس عندي حصلت تزريلي قد وايد. اوكي خلنا نشيل التعجب هذا. سكيلز شو افتح هاش يسوي، بر اوف ايتمز ذات كان بي كارد ان ذا باك باك، ايوه انا ابو هذا، وزيد الشغلات اللي اشلها كولكت 21. ها شوفوا هني يعبي، ها كم عندي انا ما اعرف، بس فيري نايس. شوف الباك باك وش ستور شو اسمه ارموري، مرة مش زيادة. شوف أنا عندي مشكلة ثانية، ما عندي هذا باي ديسترونج ميكانيكال اوبجكتس، محتاج أدخل عقب سكيلز. لحظة ما أقدر أسوي سيرش طبعا أكيد. انزين هاي كانت حلقتنا اليوم، الصراحة ما بطولها زيادة، بس لازم ابدا اكسر سامون قبل لا ابدا. نشوفكم في الحلقه القادمه ان شاء الله، في حلقه افضل من هاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.